ضمن استراتيجية التميز والإبداع في الكشف عن خامات التميز لدى جيل الشباب من خلال الأولمبيات العلمية السوري ومنافساته، أقيمت المرحلة الثانية من تصفيات الأولمبيات العلمية السوري، حيث يشارك 25,875 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات في القطر العربي السوري، ممن تأهلوا عن تصفيات المرحلة الأولى. بما يقارب 25,000 شاب وشابة توجهوا الآن إلى 106 مراكز على مستوى القطر لاختبارات المرحلة الثانية، اللي يتأهل منها تقريباً الأول على مستوى كل مركز لاختبارات المحافظة اللي ينتمي لها. ومن ثم استكمل العدد بأعلى العلامات هاي السنة الجديدة، لأول مرة يعتمد هذا النظام من كافة مراكز المحافظة الواحدة، يستكمل العدد إلى الرقم 50 أو 40 كيف حسب عدد المراكز الموجودة بكل محافظة. كل مال أول شيء ارفع اسمي واسم مدرستي واسم سوريا، لأنه كل العالم بيفكروا أنه طلاب سوريا هن طلاب قليلين يعني، بس بالعكس نحن الزكاة بيطلع من عنا. حابة أنه فوز على مستوى القطر وارفع اسم بلدي بالعالي. نرفع اسم بلدنا واسم مدرستنا واسمنا، لأنه بحب المادة وحسيت يعني حسيت أنه بقدر شارك مشان ارفع اسم المدرسة واسم سوريا. مراحل واختبارات تعتمد على نظام التأهل النوعي، وذلك لضمان وصول النخبة النوعية إلى تلك التصفيات التي تقام بطريقة هرمية، وصولاً للتصفيات النهائية التي ستقام مطلع العام القادم لمعرفة الأوائل على مستوى القطر.